راجل في الدنيا مهما كانت وظيفته، مهما كانت جنسيته، مهما كانت لغته، مهما كان مستواه الاجتماعي، بيدور عليها في الست اللي هو عايز يرتبط بيها أو شريكة حياته. السؤال ده بيتسأل كتير جدا يعني، وأنا قعدت أفكر فيه بصراحة، وقعدت أحلل كده وأمأمأ وأفكر وأدرس الموضوع، بس يعني جبت conclusion كده، كتبت تقريبا 24 points، 24 نقطة أو 25 نقطة الرجالة بتدور عليها، أي راجل في الدنيا، مش رجالة يعني، أي راجل في الدنيا هيدور عليه في شريكة حياته. فخليكم منتبهين الفيديو ده لكل ستات اللي في العالم كله، قولوا لي تحت انتم متفقين معايا ولا لا، وعايزه الرجاله كمان تتفرج عليا النهارده سبيشالي يقولوا لي الكلام ده مظبوط معاهم ولا لا. ده طبعا من وجهه نظري انا الشخصيه، من وجهه اتحلل برضو تحليلات كتير قوي قوي قوي. بليز كمان تعملوا شير لاي حد محتاج يسمع الكلام ده، وسبيشالي طبعا البنات. طيب الرجاله بتدور على ايه؟ البنات او الستات، وانا بتكلم عن الراجل اللي هو الراجل، الراجل اللي بجد، الراجل مش الذكر، الراجل غير الذكر، انا بتكلم النهارده على الراجل بيدور على ايه. البنات بيبقوا فاهمين ان هو بيدور على الست الحلوه المزه الجميله قوي قوي، اللي شكلها مبهر بقى، لبسها يعني اللبسه يعني حاطه ميك اب فظيع بقى، ولابسه قصير وشكلها مزه جدا، يعني ان هو بيدور على البنت اللي هي شيز لايك البيرفكت في شكلها. عايزه اقول لكم ان الراجل بجد ما بيهتمش بالشكل، مش مهم عنده الشكل، الشكل ده حاجة ثانوية جدا أو حاجة مش أساسية. الراجل اللي بجد بيهتم بشخصية الست وروحها. يعني دايما على فكرة أقول لكم على مفاجأة فظيعة جدا، إن معظم الرجالة الوسيمة اللي عندهم وسامة كده الوسيمة قوي بيرتبطوا بستات مش شكلهم حلو على فكرة، شكلهم عادي وممكن يكون أقل من العادي. ما سألتوش نفسك يا جماعة ليه؟ لأن الراجل ده مش، ما هو الجمال مش بيدوم يعني، الجمال شفنا احنا صوفي لورين، شفنا مارلين مونرو، شفنا جميلات السينما المصرية وجميلات السينما العالمية، لما كبروا بقى شكلهم عامل ازاي، او الزمن بيغير الشكل، فالشكل دي مش حاجة دايما. فلو انت فاكرة او بتتوقعي او فاهمة ان انت تجذبي الراجل بشكلك وجمالك وبياضك ومش عارفة ونعومتك والحاجات دي، ما اعتقدش يعني الراجل، يعني الروح هي اللي بتنتصر او الشخصية هي اللي بتنتصر. طيب فيعني رقم واحد، كوني جميلة كروح، كوني جميلة في شخصيتك، كوني جميلة في قعدتك، كوني جميلة في أحلامك، في طموحاتك، في أنت كشخص. سبحان الله الجمال ده حاجة مش بتاعتك يعني، ربنا مش هو اللي يعني مش احنا اللي بنختار شكلنا يعني، مش أنا ما قررتش إن أنا مناخيري يبقى شكلها كده، مش عارفة خدودي تبقى عاملة إزاي، دقني تبقى عاملة إزاي، دي حاجة ربنا ادهنها، فأنت العب في الحتة بتاعتك. تاني حاجة، الست الواثقة في نفسها. أتحداكوا إن أي راجل في الدنيا هيتشد للست الواثقه في نفسها، اللي عندها ثقه في نفسها، اللي بتحس ان هي ست قويه. الراجل ما بيحبش الست اللي تحس انها ضعيفه بقى، مستقنياصه كده وقاعده مستخبيه. عمر ما في راجل هتشده ست ضعيفه، بالعكس الست عايز ست قويه تحس انها يعتمد عليها، تقدر تتحمل مسؤوليه، عندها ثقه في نفسها. لو انت ما عندكيش ثقه في نفسك لازم تشتغلي على الحته دي، لازم يكون عندك ثقه في نفسك، لازم يكون عندك حضور، لازم يكون عندك هيبه، عندك كيان. فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. رقم ثلاثة يعني، أو مش عايزة أقول بقى بالترتيب، أنا هقعد أتكلم كده بثلاثة من غير ما نرتب يعني. راجل بيحب الست الإيجابية، يعني بلاش تكوني شخصية سلبية، بلاش تكوني بتدي نيجاتيف باور كده، بتدي سلبية سلبية، تبقى على طول بتشتكي، على طول زنانة، على طول على طول عندك شكاوي شكاوي شكاوي. انا كنت كده على فكره، انا دايما عشان بحب الحاجه بيرفكت، فتلاقي عندي دايما كومنتس، عندي دايما تعليقات، عندي دايما. فبلاش تكوني ست شكايه بتشتكي كتير، بالعكس خليكي ايجابيه دايما، خليكي بصي لنص الكوبايه المليان، خليه يبص لنص الكوبايه المليان، يحس ان انت شخص ايجابي، بتنشري الايجابيه، بتحاربي السلبيه، بلاش تكونوا سلبيين. رقم ثلاثه، بلاش تكوني نكدية. الرجل يكره المرأة النكدية، الست النكدية اللي هي ما بتعملش أي حاجة في حياتها غير إنها بتدور على المشاكل بس، الست النكدية اللي هي اللي هي نكد وخصام وزعل، وعلى طول زعلانة، على طول مقموصة، على طول عندها كومنتس، على طول على طول على طول على طول. فبلاش تكوني ست نكدية، بلاش تكوني ست زنانة يعني، اطلبي الحاجة بذكاء كده، خلي عندك ذكاء. أنا مش عارفة الكاميرا عمالة تتحرك ليه، خلي عندك ذكاء اجتماعي وأنت بتطلبي الحاجة، ما تبقيش شخص زنان على طول بقى، طلبات طلبات طلبات، زن زن زن. الست الزنانة مش ست ناجحة، بلاش تكوني زنانة، بلاش تكوني ست زنانة على طول تزني وعلى طول عايزة وعلى طول عندك كومنتس وعلى طول. الزن مش حلو خالص يا جماعة.
يا جماعة بقول أحيانا صفات ممكن تكون كانت موجودة فيا، بس عشان الواحد يعني أنا بكون عايزة حاجة زنان بصراحة، يعني الواحد لازم يكون صريح، يتكلم عن نفسه يتكلم عن غيره. طيب حاجة تانية، يعني خلي في لغة حب ما بينكم، يعني خلوا في لغة للحب. يعني ايه لغة للحب؟ لغات الحب كتير جدا، انا هعمل فيديو عن لغات الحب اوعدكم، عشان في ناس سألوني عن الموضوع ده. بس يعني تهادوا وتحبوا، يعني مثلا يعني شوفي هو بيحب ايه، حاولي تجيبي له هدايا، مش هدايا مش لازم تكون غالية، يعني الهدايا مش بقيمتها، الهدايا هو محتاج ايه، تحاولي ان انت تدوري هو محتاج ايه. حاجة حلوة ان هو يحس ان انت بتفكري فيه وان انت بتحسي بيه، لدرجة ان هو مثلا عارفة ان هو محتاج كرافات تليق على البدلة الجديدة، عارفة ان هو مثلا محتاج مثلا كوتشي ابيض يليق على الجينز بتاعه الجديد. لغة الحب ان انت تقولي كلام حب، يعني مثلا وحشتني، حاولي ان انت تكوني حنينة، يعني تكوني حنينة، تكوني شخص حنين. اي راجل في الدنيا هينهار قدام حنية الست، الست الحنينة دي حاجة قوية. فاكرين شخصية رؤى؟ رؤى اللي هي نورة اخت بوسي، رؤى وابو كمال كل الرجال بيحبوا رؤى، عشان رؤى ست حنينة، ست دلوعة يعني، ودي نقطة برضو مهمة، يعني خليكي دلوعة. الراجل بيحب الست اللي بتدلع، الدلوعة اللي معاه هو بس، مش دلوعة مع العربي كله، لا كوني دلوعة معاه هو فقط لا غير. اوكي، ولو ما دلعتيش يعني هيلاقي حد تاني يدلعه، فلازم تكوني شخص دلوع مع هذا الشخص فقط، مع الشخص اللي انت بتحبيه او مرتبطه بيه او جوزك او خطيبك وذر يعني. انا مستنى، شايفه كومنتس كتيره بس مش عارفه اقراها، بس انا محتاجه كلكم تكتبوا لي يور كومنتس، ولو في ناس معترضه برضو يقولوا لي يعني. طيب راجل بيحب الست التقيله، عارفين انتوا الست التقيله كده الراسية مش مدلوقه، يعني بلاش تدلقي عليه، بلاش تحسين ان هو اخر راجل في كوكب الارض كله، وهو لو اختفى انت حياتك اختفت. بلاش تدلقوا على الرجاله، الرجاله ما بيحبوش الست المدلوقه، الست الافيلبل على طول، الست المتاحه على طول. فما اعتقدش ان الست المدلوقه ست اتراكتيف بالنسبه لاي راجل، بلاش تكوني ست مدلوقه. خليكي غامضه شويه، يعني بلاش تكوني بقى اي كتاب مفتوح بالنسبه للراجل، يعني دايما خليه يدور عليكي، خليه يحاول يكتشفك، خليه يحاول يفهمك اكتر، خليه يبذل مجهود علشان يعرف معلومات عنك. يعني بلاش من اول ما تقابليه تديله قصه حياتك وحياه اللي خلفوكي وقصه حياه اهلك انا برضو في المشكله دي، انا بتكلم كتير، فبلاش تكوني بتتكلمي كتير، خليكي شخصيه غامضه، ما اعرفش ازاي بس يعني تصرفي حضرتك يعني. طيب انا كمان كرشا بقول بلاش ايه يا روشا، بلاش ايه، انا عايزاك تساعدوني يا جماعه، انا برضو نسيت يعني. والناس اللي مش معترضه برضو قولوا لي رايكم، انا بسمع الانتقاد. دي بقى عيب فظيع فيا، انا عماله اقول عيوبي عشان انا عندي عيوب كتير برضو، فبقولها لكم. بلاش تنتقدي، برج العذراء يا جماعه انا عذراء وبنتقد، فبلاش تكوني انتقاديه لزعه على طول، تنتقدي ايه ده اللي انت لابسه ده مش لايق على بعضه، ايه ده انا عامله كده ليه، ايه ده شعرك ازاي كده، او ماي جاد انت على طول مهتم بشغلك كده. بلاش تكوني انتقاديه، الراجل ما بيحبش الست اللي بتنتقده، بالعكس شجعيه، كوني الشخص اللي بتشجعه الله شغلك حلو قوي، البروجكت اللي شغال فيه جنن، انت شخص ناجح، انت شخص، في حد بيقول لي انا ملكه الانتقاد، لوست جيرل، لا 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 مش زيي وحياه امي، انا الملكه بصراحه، انا ملك، انا ملكه العذراء وملكه الانتقاد، ده انا لا ده انا عاجبكم قوي. فالراجل بيحب شجعيه، اديله باور، خليكي دايما يعني حاسين ان هو هيقدر يو كان، عارفين انتوا مبدا حطيله كده، مبدا يو كان فول ستوب. بلاش بلاش تهتمي بشكلك قوي، بلاش تكوني متصنعه. راجل والله بص اقول لكم على حاجه غريبه جدا، من خلال ماي اكسبيرينس، الراجل ما بيحبش الست الارتفيشال بقى اللي عامله بوتوكس وفيلر ومش عارفه ناس خشفيفه عامله كده وحواجبها معموله تاتوز داي، يعني بالعكس الراجل بيحب الستات اللي هي داون تو ايرث كده طبيعيه، من غير ميك اب كتير، لبسها بسيط سامبل. يعني بلاش تكوني متصنعه، كوني انتي، يعني خليكي شخصيتك الحقيقيه، ما تمثليش، ما تقعديش تدلعي وانتي بتتكلمي تعملي صوت البيبي بقى، ما بحبش انا الطريقه دي خالص يا جماعه. طيب اعرفي امكانيات نفسك، يعني حسي بقيمه نفسك، خلي عندك استحقاق لنفسك، عارفه قيمتك، عارفه امكانياتك، عارفه قدراتك. الراجل بيحب الست اللي عارفه قيمه نفسها، اللي عارفه ان هي جميله طبعا وطباعا وشكلا. يا سلام، فخلينا اقول ان يعني كوني انتي، كوني بسيطه، كوني وطي صوتك يا سوسو، كوني يا جماعه ده لايف، عشان كده يعني بحاول ان انا يعني كوني بسيطه، كوني انتي، ما تكونيش متصنعه، خليكي شخصيه سامبل كده، شخصيه روحك حلوه. يعني بلاش تكوني متصنعه ويبقى اوفر، بلاش تكوني اوفر بقى وتبقي تحسي ان انتي بقى حاطه الوانات، ما بحبش الشكل ده خالص اصلا، عايز رايي يا جماعه، بي يونيك.
كوني مختلفة، كوني مختلفة، ما تبقاش يعني كوبي بيست كده من كل الستات اللي عارفها في حياتك، خلي عندك حاجة مميزة. هي ايه؟ مش عارفة، دوري على حاجة مميزة فيكي وبرزيها بقى، اللي هو انا مميزة، ام يونيك يا جماعة، انا مميزة، ما تكونيش شبه حد تاني، ما تكونيش بتقلدي حد تاني. يعني كوني مختلفة، كوني بقى كل واحد بيبقى عنده حتة كده بتخليه سبيشال يعني. طيب يا جماعة، اي كونتاكت، اي كونتاكت ده بقى اللي هو لغة العيون يعني. انا بعشق حاجه اسمها لغه العيون يعني. ممكن تقولي له كلام بلغه عينيك يعني، دايما خلي بصي له في عينيك وانتي بتتكلمي، قولي له words كده يعني، لو مثلا وحشتني بعينيكي، حاولي تكون تستخدموا لغه عينيكو يعني. لغه العيون دي ماجيك، ماجيك يا جماعه، واداه يعني لغه حب رهيبه لغه العيون على فكره. حاولي تشيلي جزء من مسؤولياته يعني، مثلا يعني مثلا يبقى عنده حاجه عايز يعملها وما عندوش وقت، عنده شغل مشغول، حاولي ان انت تعملي له الحاجه دي عشان تنجزيه او تخلصي له مشوار. هو بيحب الست اللي مخلصاتيه كده، المدقدقه يعني، عارفه انت اللي هي ست اللي هي بتبقى بنت بلد وجدعه ومدقدقه. خليكي بنت بلد وجدعه ومدقدقه يعني، تعرفي تتصرفي كده وتساعديه وتشيلي جزء من مسؤولياته وكده، دي حاجه مهمه جدا على فكره، وبتدل ان انت بتحبيه وحاسه بيه يعني، حسي بيه كده. طيب اهتمي بكرشه يا جماعة، والله الشخص اللي قال ان الطريق الى قلب الرجل معدته ده شخص حقيقي بجد صح. الراجل بيحب الست اللي بتاكله واللي بتطبخ حلو، وتعلمي الطبيخ بقى، شوفي الحاجات اللي بيحب ياكلها واسالي مامتك بقى، ادخلي على صالي فؤاد حبيبتي بيج هارت يعني، ادخلي على يعني على شوفي وصفات تعمليها ازاي واعمليها له وبهريه كده، وادخلي عليه وانت عامله له كيكه مثلا، عامله له تارت كده، عامله له مكرونه بالبشاميل، محشي ورق عنب، اوف يا خراشي انا نفسي جوعت. فالراجل بيحب الست اللي تشبع له كرش. والله يا جماعه الرجاله دي بسيطه جدا وسهله جدا، والوصول الى قلبهم بسيط جدا، كرش دلع كرشه، دلع كرشه كده، انت اذا انت وصلتي لقلبه يعني. اي راجل في الدنيا لو اكتشف ان الست حلوه وجميله وبنت ناس وبتعرف تطبخ، لا ده انت خلاص كده، انت عديتي الفلانكات خلاص. give him her personal his personal space، اديله المساحه بتاعته. الراجل ما بيحبش الست الخانقه بقى، اللي هو انت فين؟ انت كلمت مين؟ انت رحت فين؟ انت بتيجي ازاي؟ انت كذا كذا، اديله مساحته، ما تخليهوش، ما تخنقيش عليه، ما تلعبيش الراجل في حته البيرسونال سبيس بتاعته. وانت نازل مع اصحابك ليه؟ انت رايح القهوه ليه؟ ايه ده انت خارج مع اصحابك وكل يوم صحابك؟ بلاش تلعبي في الحته دي، الحته دي حته انت هتخسري فيها قوي قوي قوي. بلاش تقارني نفسك باصحابه الرجاله بصراحه يعني. البلاي ستيشن بعدت البلاي يعني، انت بصراحه انت مقارنه بالبلاي ستيشن، لا يا امي هتخسري طبعا. انت ولا البلاي ستيشن، البلاي ستيشن يكسب، انت ولا القهوه، القهوه تكسب، انت ولا ماتش الكوره بتاع الصبح، ماتش الكوره بتاع الصبح، انت ولا الجيم، الجيم هيكسب. ففي حاجات كده ما تخشيش في مقارنه معاهم عشان ما تخسريش يعني. الجيماته، كروسفيتاته، بلاي ستيشناته، حركاته، لو عنده ريسنج والحركات دي بقى ايه، فايه مع سفرته، سفره كده بتاعت الساحل مع اديله البيرسونال سبيس بتاعته. خد يا حبيبي يلا روح، انا مبسوطه عشانك، هيبسط قوي وهيدلع يعني. انت بالنسبه له كده خلاص يعني، حققتي له مراده ان انت مدياله هيز بيرسونال سبيس وسايباه يلعب مع نفسه يعني. ايه كمان يا روشي، بفكر معاك عشان بنسى يعني، انا في بوينتس كده. فليرت وذ هيم، فليرت يعني عكسية، تقول له الله شكلك حلو قوي، شعرك حلو قوي النهارده، ايه ده لبسك يجنن قوي، ايه ده طلع لك عضلات، او ماي جاد مش مصدقه اخيرا طلع يعني. فليرت وذ هيم يعني مش عارف دلعيه او فليرت يعني، عكسيه كده يعني، قولي له كلام هو يحس ان انت بتعكسيه، هو الراجل بيحب كده يعني، انا مش عارفه يعني. انا بقى نقطه كراشه هسيبها كمان برضو، مهمه جدا، مش مهمه قوي قوي، اهتمي بنظافتك الشخصية يعني. الراجل بيحب الست اللي عارفين انتوا مش لازم تكوني حلوة، بس خليكي نظيفة كده، فلة شمعة منورة، على رأي عمرو، أستاذنا عمرو أديب أنا بحبه قوي، فلة وشمعة منورة يعني، خليكي بتنوري كده من النظافة، مهتم ريحتك حلوة، ريحة البرفيوم بتاعتك حلوة، خلي عندك نوع برفيوم هو لما يشمه يبقى مرتبط بيك، يحس الله ايه ده البرفيوم بتاع اكس ولا واي ولا زد، فخلي عندك ريحة كده هو لما يشمها على طول يفتكرك. خلي ريحة جسمك حلوة، ريحتك حلوه، مهتمه بنظافتك الشخصيه، المانيكير بتاعك ما بيبقاش مقشر يا جماعه الرجاله، مش عارفه مش عارفه، بس انا سمعت الكومنتس ده من كذا حد، بلاش المانيكير المقشر يا جماعه، عشان هم بتستفزهم الحركه دي مش عارفه ليه يعني. بس انت بتغسلي مواعين عادي ومانيكيرك اتقشر، مانيكيرك اتقشر يا حبيبتي، هاتي اسيتون كده وشيليه وحطي مانيكير تاني، او بلاش مانيكير لو بتصلي يعني. فيعني ايه، فاهتموا بنظافتكم الشخصيه، الست النظيفه والست اللي ريحتها حلوه والست المهتمه بستايلها وبجسمها وأكيد اتراكتيف
يعني اهتمي بجسمك، اهتمي بجسمك بقى من كل النواحي بقى، كشكل مش لازم تكوني لابسه بقى لوي فيتون ومش عارفه ايه وايه وايه عشان تبقي ستايل. على فكره ان انت تكوني شخص بسيط، لابسه حلو، لابسه حاجات لايقه على بعضها، لابسه الوان لايقه عليكي، مش كل الالوان هتليق عليكي. اهتمي بجسمك، اهتمي برشاقتك، عندك كرش حاولي تلعبي رياضه، العبي سبورتس، اصحي بدري، انزلي اتمشي، اهتمي بشكلك. اوكي. في بقى حاجة تانية، ما تدوش كل حاجة هو عايزها، يعني الراجل لما بياخد كل حاجة هو عايزها خلاص he will lost his interest. يعني ما تدوش كل حاجة هو عايزها، يعني استخدمي نظام. يعني في واحدة صاحبتي اسمها سالي، سالي بطوطي، she's my best friend، يعني كانت دايما بتقول لنا، يعني بتقول يعني بتنصحنا في حاجة اسمها شوق ولا تدوق. هو شوق ولا تدوق دي حلوة جدا، ما ينفعش ان انت، ما ينفعش ان انت ما تديش كل حاجة للراجل، عشان انت لو اديتي له كل حاجة هتقلب عليكي 360 درجة. لا، الحاجة دي لو هو راجل بجد مش هيطلب حاجة، الراجل بجد يعني هيطلب الحاجات اللي هو عايزها لما تكوني مراته، لما تكوني. فبلاش تدوا للرجالة حاجة أكتر من الليمتس، يعني خلاص في ليمتس، كونوا there is limits يا جماعة. بس هو ده اللي أنا عايزة أقوله النهاردة. دي الحاجات اللي الرجاله بتدور عليها يا جماعه. شكرا، بحبكم جدا جدا، هستنى رايكم تحت. ثانك يو، بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، اللينكات موجوده تحت، اعملوا شير كتير كتير لاحد محتاج يسمع الكلام ده، وتابعوني عشان تشوف فيديوز كتيره، وكل مره هشوف سؤال معين ابعت لي واحاول اجاوب عليه. ثانك يو، باي.